Enlilerin eden okey. باش ما نبداش الفيديو ديالي ب اذا كاين ان لن اذا اوكي الاخ ديالي طارق ياسين دار واحد الموضوع جميل باتصال مع لايف مع واحد الانسان كورونين اعتقد متقاعد معلومات تضاف تنضاف طبيعة الحال لينا حنا اللي كنا حنا كنا كنعرفوا بان دولة إجرامية مجرمين دايرين دولة البندية. ولكن كنشكر الأخ طارق على أنه بداك الاتصال مع ذاك الإنسان ضاف لنا واحد المعلومات ولو ماشي 100% ماشي 100% تقدر تكون إيحاءات تقدر تكون مشاكل أخرى اللي ما كنعرفوهاش. ولكن حنا كنتحداو النظام العلوي محمد الخامس أنه جبد سلمى والريع. ما تقول ليش راه كانت في مراكش كتاكل البابوش وكتاكل لا 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 راه سنات المساعدات كرئيسة ديال الجمعية لمحاربة السرطان. السرطان هو انت، انت هو السرطان، شو استحبت؟ انا بالنسبة لي انت هو السرطان، فإذا هي كانت كتحاربك انت هو الأول، إلا كنتي شخص، الشخص، حنا كنقولو بالدارجة، الشخص، ورينا، جبد ديك سلمى عاوتاني وجيب ديك المخابرات ديالك. او تهضر معانا ولا تقول انا حية ارزق باش نعرفوا بان باش تعرفوا ايها الشعب المغربي ان واحد الاسرة عندها مقابر جماعية او فردية في القصور ديالها ويا فما تسولش انت في راسك انت اش غيديروا بك. هذه اذا افترضنا بان هي مت وليداته هذاك ما كيولدش هذاك الاخر هذوك راه ماشي ولادو ولكن هذه كمهم ما عندي غرض مع كارد كور ولكن رمهم هما كيعرفوا القلش امو الطياره كتعرف ان هذيك راه ماماك وهذاك ماشي بويك. وكما قال الاخ طارق هذا ما غاديش يدفعنا للتعاطف معك بان قتلوا لك ماماك انتم قتل مجرمين سالينا الهضره معكم ما بغيناكمش ماشي غنتوما المتعاملين معكم كل من تعامل مع هذه المنظومه مع هذا الاخطبوط الضفدع العلوي فهو ليس منا. وما تجيش غدا تقول لي بان راك دير نقابه ودير حزب ودير اذاعه وتلفازه وهذا الكلام كياخذنا الكلام اخر لهشام اللي هضر عليه وتحيه خالصه لخويا جيروم على هشام واش يا اوكي شكون اللي مدحو بعد هذاك هشام اخر هو سميتو محمد هو من الاتباع ديال أمة قريش محمد هشام وتيفتخر علينا وتيقول بأن قاري واعي وحنا عيا ما نقول لكم اوكي قاري واعي تخليتي على داك لو تيتر ديال البرنس تخليتي على الثروات اللي نهبها بوك لا مقدس وحتى بعدا انا كنا قلناها لكم
ماشي غير انا، قالوها بزاف الاخوت، ان حتى بعد ما تخلى للحصول على الجنسيه على ذاك لو تيتر دو برنس، لان الدستور كيقول بانك فتخلى عليها برضا القصر. ولكن ان مو بلو تار ولا شهرين دخل المغرب، والديوان كيقول لهم واش ما كتعرفونيش انا هو المولى اسماعيل هشام، مولى اسماعيل، مولى اسماعيل انا المولى هشام، يا وقع البارح تخليتي عليها ليه ولكن جبتيها لنا عندك. فكنضم الصوت ديالي لخويا جيروم، يا محمد هشام انت عندك جوج المشاكل، انك هشومي ومحمدي، واختار واش محمدي ولا هشامي، واش تجمع ان جوج ديال الاديان، الدين الهشامي والدين المحمدي ولا شنو غدير؟ اختار. وهذا كاع المؤمنين والمؤمنات اختاروا دين واحد باش نعرفوا فين نضربوا معكم، كتنقزوا لنا من هشام الامير المؤمنين، كتلعبوا. كنشوف غير كلكو بوان لي نوطيتهم باش ما ننساش، باش ما ننساش الكلاب، هما كتار الكلاب. على اديب، اديب اديب من الادباء، انت مؤدبين، نورمالمون كنتي تكون السميه ديالك مؤدب، دابا اديب انت بغيتي تأدبنا، تأدبنا تعطينا المبادئ ديال الاداب وديال ديال الحزاق اللي كبرتي فيه انت. اش غتأدبني فاش؟ فاش وليتي كتهضر باسم شكون انت بعدا باش تهضر باسم هاد الناس كاع كاملين، هاد الاحرار هادوك تهضر بسميتهم؟ غتحترم المعاهدات والاتفاقيات اوكي، من واحد منطق، منطق دبلوماسي، حتى تسكت الغرب بان هادوك الناس ما يتقلبوش عليا. انت سبقتي القضيه، ترى ما يتقلب عليك حتى واحد، ترى انت راك ديالو، انت اداه ديالو، انت اللي بغيتي تقلب عليا، كتوجدني انا نقبل داكشي اللي بغيت تقول انت. وشكون اللي عطاك هذا الحق؟ سنحترم. شكون انت تحترم؟ ما قلتيش الشعب من بعد يقرر واش نخليو دوك الاتفاقيات ولا ناخذوا العبره من المكسيك اللي تخلات على الديون، الديون ديالها قالت ما نخلص حتى حد، صافي سالينا كاع، ديروا اللي بغيتوا ديروا. ودابا انت غتجي توريني لا 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 المعاهده، انت سنيت شي معاهده؟ سنيتيها؟ قال لك سناوها الخونه. ايوا حنا اللي سناو الخونه نمشيو حتى حنا خونه. فكر غير شويه، انت في طريق داكشي اللي دارته الخيانه، انت غتسني عليه، كتسني على عمرك، كتسني على عمرها الا كان على عمرك ما شغليش انا، ولكن ما تسنيش بحقي انا. انا عندي مطالب اخرى من اللي عندك انت، عايش مقرز ولا مخرز وبغيتي تعرس على حسابي انا، على حساب الشعب المغلوب على امره. سبحانه شمراح شمراح. انا ما عارفش، واحد الاخ كتب لي في واحد التعليق قال لي شمرح ماشي يعني ولا كيقدس اندري ازولاي بدعوى ان هذاك يهودي ونحن امازيغ، والامازيغ مع اليهود ما عندهم حتى مشكل، فالقداسه حنا نحيدوها من القادوس نردوها للقوادس.
باسم من تتكلم؟ راه حتى واحد فينا ما عنده الحق يتكلم باسم شعب. حنا كنبلغ معلومات وكنعطيو ايضاحات، ولكن تقدر الايضاح ديالي والتوضيحات ديال الخوت اخرين ناس كيعرضوها مرحبا اهلا وسهلا، ولكن باش يكون الراي ديالي هو انا نتكلم باسم المغاربه ونقول سنبقي على المعاهدات. شكون انت؟ انت اللي كتقدس اندري ازولاي، شكون انت؟ شكون انت فرد؟ ونحن 40 مليون، انت تساوي 40 مليون، اديب انت فيك 55 مليون ديالاش ديال البخوش، عشت كم تما؟ الى كطمع للوصول فلن تصل، صدقني قسما لزما يا وطني. الى الكلاب بحالك، وهي حنا راه كان راه ماشي هشام ولا اسماعيل ولا الاصل ديال العلوية، وماشي غير هما، وخدام العلوية لا حق لهم في ممارسة السلطات العمومية، لا حق لهم في كلمة. كلب مسعور وتقلبتي وغنردك عاوتاني نديروا القضية ديال تونس، ديال الكلاب ديال تونس ولا ديال الكلاب ديال مصر. بالأمس كانوا قتلة ونردهم بأنهم مناضلين. رحنا عارفين بأن عندنا وقت كبير، خصنا الصبر، ولكن غنوصلوا. انتم العمر ديالكم غادي وكيتقادى يوميا، فكنصح الناس اللي ما تقوش بان العلويه قتله يشوفوا الفيديو ديال الاخ طارق ياسين. انا ماشي قلت لك 100%، انا ما عنديش معطيات ثابته، ولكن كنظن 99% هي اللي كاينه، ربما اختلاف شي حوايج بسيطة. دولة قاتلة، انتم من هنا شهرين وثلاث شهور تمشيو تصوتوا عاوتاني على الكراكيز اللي دارت لكم هما، داروها لكم هما باش تصوتوا وكتفرحوا كتغيروا، عند بالك كتغير ما كتغير والو. ف انا كنظن بان الشعب المغربي اللي ما فهمتيش هذه القضيه غنخليك تتصوت وغنسولك قبل ما تصوت، عقلوا مازال ما صوتوش، عقلوا على الاوضاع وعقلوا مني غتصوتوا وقول لي التغيير، قولوا لي التغيير يا الكلاب. تاريخ كيمشي، هذا هو التغيير الوحيد، ان الزمن عجله الزمن تسير. ولكن في الرويده ديك التصويره اللي لصق الفوق كتهبط وكتطلع نفس التصويره، كتدورو بعجاله فيها نفس الاحوال، احوال ديال المغرب الا لصقتيها في الرويده الفوق كتدور الرويده، راه الرويده كتزيد عاوتاني كترجع عاوتاني كتطلع وكترجع التصويره ديال داكشي اللي شفتو المسلسل الهندي التركي القديم. بغيتو تبقاو هنود واتراك مسلمين صائغين الطائعين والضائعين. يا محمد هشام، محمد هشام امريكا، سول هذاك السيد ديالك انت واديب، تخلى على لو تيتر ديال برنس
انا ماشي برنس وصيفط رساله وسناها لي الاخر وحطها ماشي برنس. اوكي علاش؟ باش ياخذ الجنسيه. خدا الجنسيه اوكي، ما تسنيش لنا على دوك الفلوس اللي خديتي تردها للشاب ولا تردها للاخر ويردها لك عاوتاني تردوه خونا ولا تردوها لذاك المراقب، مراقب الماليه ومراقب الدروس ومراقب الحسنيه ومراقب. الشعب هو الرقيب، اي حاجه ما كترجعش للشعب مباشره فما ما كترجعش، ما تبقاش تكذبوا عنا. محمد السادس، محمد القادوس، محمد الخامس، قول لي منين جاك داك الشيء اللي عندك انت وما عندي جان؟ واش انت خدمتي اكثر مني انا؟ وعاد فرق، انا ما كنقتلش، وانا كنحب الارض ديالي التربه ديالي. انت ما كتحب لا ارض، ما كتحب لا بشر، كتحب الفلوس. ديتي لنا رزقنا ودير لنا هاد الحزاقه ديال الجمعيات والاحزاب وديال جد باك هشام، فراه كلكم غالطين. يا محمد هشام، يا محمد هشام، ارجعوا للوطن، ارجعوا للوطن، ارجع للوطن. اتونسي عندك راه غلطه العمر كديرها في حياتك، كتغلط في حياتك. بالامس وصفتيني بالسكيري واعتز انا على العهد باقي يا الحشيشيه، انا على عهدي باقي. ثم كتغيروا بالدولارات، 10 دولار زايده ناقصه، كتبيعوا المواقف بلا ما نجبد لك التاريخ ديالك اش شتي كدير في ديك الامارات. وانا كنقولها لهاد الخوت كاملين، انت كنتي في الامارات وكنتي باقي صغير، راه كولونين الخوت، كولوني في المغرب فضيحه. واحد الامير في الامارات بغى يغتصبو وتيرا فيه قتلو وما بقيناش سقنا ليه الخبار. انت يا هشام اغتصبك اماراتي، انا كنقولها لك، انت راك مغتصب، طحنوك ليه وتجي تعطينا الموعظه؟ هذاك الاسلام ديالك خليه لراسك، ياك انت مسلم ودخل، بغيت تدخل الجنه دخل. واش حبس؟ قلت لك انا ما تدخلش، قلت لك ما تصليش، انت كتحبس عليا الحريه ديالي. تحيه ل ما تحيه ما تقلوا كاع، صافي خسرنا. سيروا تقودوا كاملين عاوتاني مره اخرى، كونوا رجال يا البغال، كونوا رجال. واحد النهار استيقظ وقول بعد وبارك، عينا من هذا الذل ديال ما عييتوش من الذل. انا ماشي كتهمني اميره، انا كناخذها كانسانه، ما شغليش، ماشي مولاتي هذيك، ولكن كانسانه. تزوج بها واحد راكم عارفيه فيه تيزه، وداد قالت له تيزه فيك تيزه، غنتفارقوا، قتلوها ولا القحب دفنوها، هما حيدوها، هما لحوها في جهه اخرى خوفا من الاتي، داكشي اللي جاي وسياتي. الحركات راه بدات كتحرك، راه التلفازات العالميه ولات كتسائل. حنا وهذه راه انا شفتها هنا في المانيا، وتلفازه بريفي ماشي ديال دوله وثاني، لا لا لا، كيتسائلوا فين هي هذيك خيتنا، هذيك الانسانه الجميله. انا لا تهمني تكون جميله ولا قبيحه، ولكن كانسانه، كانسانه ما بلا ما تكون مغربيه، تكون يهوديه، تكون انسانه، انسان روح كتنفس كتولد. واخا حنا عارفين هذاكشي اللي ولدات ماشي ديالك انت يا الكلب، انت ما كتولدش، انت غتولد من اللور، انت غيبقاو عليك عوازات تولد لنا شي شي داك فرس النهر غيخرج لك من اللور. اما انت باش تدير علاقه وتولد قلت المهم طولنا الهضره. تحياتي لكل الخوت، بلا من بلا من
نقودوا السوايع. يلا تحية لكم، تانكي شو.